تستعد السعودية لفتح أول متجر لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة الرياض، سيقدم خدماته حصرياً للدبلوماسيين غير المسلمين. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز السياحة وجذب أنشطة الأعمال للبلد الخليجي المحافظ. وذكرت وثيقة أن الزبائن سيكون عليهم التسجيل عبر تطبيق على الهاتف المحمول للحصول على رمز دخول من وزارة الخارجية، وسيتعين عليهم أيضاً احترام الحصص الشهرية المخصصة لمشترياتهم. ولم يتضح بعد إن كان مقيمون آخرون من غير المسلمين سيسمح لهم بالشراء من المتجر. وقال مصدر مطلع على الخطط إن من المتوقع أن يفتح المتجر أبوابه خلال الأسابيع المقبلة. وتطبق السعودية قوانين صارمة على شرب الكحول، وتشمل العقوبات الجلد والغرامات والسجن، وقد يتم ترحيل المغتربين والوافدين لهذا السبب. ومن قبل لم يكن بالإمكان الحصول على المشروبات الكحولية في المملكة إلا عبر البريد الدبلوماسي أو من خلال السوق السوداء. الحكومة ستفرض قيوداً جديدة على واردات المشروبات الكحولية داخل الحقائب الدبلوماسية، وهو أمر قد يعزز الطلب على المتجر الجديد. من المرجح أن يثير افتتاح هذا المتجر جدلاً في المملكة، حيث أن شرب الكحول لا يزال ينظر إليه على أنه أمر غير أخلاقي من قبل العديد من السعوديين. ومع ذلك فمن المرجح أن يستمر هذا المتجر في العمل، حيث أن هناك طلباً واضحاً على المشروبات الكحولية في المملكة